الآن مشاهدينا فننتقل وإياكم إلى ملف النقاش الذي خصصناه للحديث عن دفتر شروط استيراد وتصنيع السيارات، وما الجديد الذي أتى به للحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا عبر تقنية سكايب الخبير الاقتصادي نبيل جمعة. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. إذا في نسخته الجديدة شدد المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وكذا دفتر الشروط المرفق به على العديد من الشروط. في رأيكم إلى مدى يعود هذا التجديد، وهل يعكس المفاجآت التي تحدث عنها وزير الصناعة؟ بالنسبة إلى المرسوم الجديد بالنسبة لنشاط الوكلاء الخاصين على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة، خاصة لاحظنا هنالك شروط مرتبطة بالوكيل وبالمصنع الناتج الذي عرفه المرسوم التنفيذي، وأن المصنع بصفته الشركة الأم الذي يمنح الوكلاء تسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. وشفنا هنالك شروط تقنية وشروط تجارية وشروط عدة شروط جوهرية، شروط جوهرية خاصة بالخدمات بعد البيع، خاصة بالدفع، باش يكون الدفع يكون عن طريق أوراق بنكية وليس بالكاش نعم بالسيولة. هذا كلها كما يقول لك دفتر شروط أخذ كل قوانين الجمهورية في عين الاعتبار، من جانب الدفع من الجانب التقني كذلك كان طلب باش يكون المكابح تكون من شكل ABS، وشروط تقنية أخرى كما يقول لك خاصة بالنسبة للمحافظة على البيئة، وين نعم منعت السيارات كما يقول لك بالبنزين خاصة المازوت نعم منعت للاستيراد، لأن ما يخفاش عليك باللي الجزائر أمضت مع كوب 27 من كما يقول لك تقليل الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نعم أستاذ. وأحادي أكسيد الكربون. كذلك من بين الشروط التي فرضها دفتر الشروط عن طريق وزير صناعة باش يكون كما يقول لك تسبيق كما كان في الماضي، كان تسبيق 100%، اليوم لاحظنا باللي نسبة التسبيق تاع الزبون تكون غير 10%، وكذلك تسليم سيارة بعد أسبوع، تسليم سيارة بعد 7 أيام. هذا هو الجديد خاصة في المجال التقني والمالي. كذلك مطلوب يجب أن لا يتجاوز أجل تسليم المركب الجديد المطلوب من 25 45 يوم ابتداء من كما يقول لك من تاريخ الطلبية. وهذه كل شروط تساعد من الجانب المالي وتساعد المستهلك الجزائري، لكن هنالك شروط أخرى نعم كذلك من أستاذ، جانب من نعم الجانب التقني معروفة، وهي كما يقول لك خاصة بالمراقبة الإلكترونية لاستقرار ABS. اليوم شفنا هنالك شروط كما يقول لك شروط جوهرية نعم فرضهم أستاذ دفتر نبيل، الشروط. ربما القراءة التي نستوحيها من المرسوم تؤكد على عكس الماضي أن السلطات تهدف إلى ربما هذه المرة إلى استحداث صناعة خاصة بالمركبات تلبي الطلب الداخلي وتحول بعد فترة الفائض إلى التصدير لا استجلاب القطع وتركيبها. ما هي قراءتكم لهذا الشرط؟ قلت لك باللي الشروط الشرط هذا الشرط الاول هو كما يقول لك تكلموا على الادماج، وين كان الادماج في السابق كان ما كانش ادماج، وشفنا السابق باللي سيارات كانوا ينفخوا العجلات، اليوم كان شرط السنه الاولى يقدر يبيع سياره على حالها، لكن بعد سنه لازم الادماج يكون 10% من السوق الجزائري. هذا ما يشجع كما يقول لك العمالة الجزائرية باش ما تكونش منافسة غير شرعية في المناولة. كذلك بالنسبة للسنة الثانية يقول لك يطلع الإدماج إلى 20%، والسنة الثالثة 30، والسنة الرابعة 40%. هذا ما يشجع المناولين الجزائريين ويشجع خاصة
المستثمرين الأجانب للولوج إلى السوق الجزائرية، خاصة وأن بعد صدور قانون استثمار ليقدم حوافز كبيرة خاصة بالنسبة للأجانب ليدخلوا السوق الجزائري عن طريق الشراكة، اللي عندهم كما يقول لك حوافز كبيرة جدا، خاصة المادة 7 من قانون الاستثمار التي تنص على إعفاء المستثمرين الأجانب بعد الشراكة مع الجزائريين من التعرفة الجمركية، نعم وكذلك إعفاؤهم من كما يقول لك التصريحات البنكية. هذا كله يبعث إلى صناعة جديدة في الجزائر، وخاصة نعلم اليوم أن السوق الجزائري أصبح التكلفة تاعه من جانب الطاقة 7 مرات أقل من الأسواق الأوروبية، وهذا ما سيدفع من المراولين الدوليين إلى الولوج إلى السوق الجزائري، خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية في مجال تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، نعم وين طلب من محافظ بنك الجزائر ومدير العام تاع مراقبة الصرف من أجل كما يقول لك تسهيل هذه العملية ونزع كل البيروقراطية البنكية التي كانت موجودة في السوق الجزائري. نعم، من بين ما صرح به وزير الصناعة بأنه الجزائر ستصل إلى صناعة حقيقية للسيارات في سنة 2023، ما تعليقكم وما مدى جاهزية الجزائر لتحقيق هذا الهدف؟ ممكن الجزائر في سنة تحقق الهدف، لكن هنالك شروط أخرى كبيرة، خاصة أن قانون استثمار خرج وكانوا المناولين الجزائريين الكثير منهم عندهم استثمارات في كل مجالات، في مجال مكابح، في مجال صناعة المحرك، في مجال تلبيس السيارة، في مجال، لكن شفنا باللي هنالك بيروقراطية كبيرة موجودة رغم صدور قانون الاستثمار، خاصة في مجال كما يقول لك مديريات البناء لما مدتش للمستثمرين رخصة البناء منذ 3 سنوات 4 سنوات، كاين شروط تعجيزية، نعم وحنا نطلبوا من رئيس الجمهورية يتدخل بسرعة، نعم خاصة في ولاية الجزائر وولاية وارن. هنالك العديد من المستثمرين المناولين في السيارات ما قدروش، لماذا؟ ما عندهمش، رغم ما قدم لهم رئيس الجمهورية كل التسهيلات، لكن مديريات البناء ما تمتش كما نعم يقول لك. أستاذ. هذا واش ما باش في سنة، ممكن في سنة المناولين الجزائريين يبداو باش نبداو نخدموا حتى الإدماج، نوصلوا إلى أكثر من 40%. نعم، كسؤال آخر، دفتر الشروط استثنى استيراد السيارات ذات محرك ديازل، ربما لماذا هذا التوجه الجديد والتركيز على أنواع محركات بعينها؟ نعم، هذا يعود قلت لك إلى الملتقى وإمضاء الجزائر في كوب 27 في شرم الشيخ. نعم الجزائر أمضت باللي ستحترم الانبعاثات تاع ثاني أحادي أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون اللي يخرج كثير من الصناعات كما يقول لك ذات البنزين ديزل، لهذا ديزل فيه الكثير من التلوث، لهذا كل الدول الأجنبية في سنة 2025 راح تمنع سيارة ديزل، والجزائر الحمد لله أصبحت سباقة في منع سيارات ديزل للدخول إلى السوق الجزائري، نعم وهذا شيء يفرح خاصة للبيئة لعدم أكيد ارتفاع درجة الحرارة، لأن نشوف فيها في نوفمبر والدرجة ما زال 25 درجة مئوية. هادو نعم اتفاقيات الجزائر تحترم الاتفاقيات الدولية التي أكيد نعم مضاها مع الدول الأجنبية. كسؤال أخير أستاذ نبيل جمعة، ما يهم المواطن هو حصوله على سيارة تستجيب لمتطلبات الجودة وتكون في نفس الوقت ربما في متناول قدرته الشرائية، سيما السيارة اليوم زيادة على كونها كمالية فهي تساعده كذلك في حياته اليومية من خلال تنقلاته، هل هذا ممكن اليوم؟ نعم ممكن، لكن لو تكون إرادة سياسية. لماذا؟ لأن اليوم شفنا ارتفاع الأسعار قطاع الغيار 4 مرات 5 مرات، سيارة بعد ما كانت
مليون دينار اصبحت 4 مليون دينار، لهذا لازم تدخل الدوله، لان رئيس الجمهوريه في البرنامج تاعو وزير الاول كان تكلم على القدره الشرائيه تاع المواطن، اللي قال لك خط احمر. اليوم نشوفوا التعرفه الجمركيه كبيره جدا، توصل الى 35%، كذلك الضريبه على القيمه المضافه 19%، يعني السياره تتجاوز 50% من السعر تاعها. هذا ما يؤثر على القدره الشرائيه تاع المواطن، والمواطن البسيط والمتوسط اصبح غير قادر بالمرتب تاع الجزائري ان يشتري سياره. لهذا نطلب من رئيس الجمهوريه، لان الشعب يطلب من رئيس الجمهوريه، تخفيض التعريفه الجمركيه وتخفيض الضريبه على القيمه المضافه، ليسمح لاصبحت سياره في مناطق الضل وفي داخل الوطن كما يقول لك ضرورية جدا لكل المواطنين. لهذا لازم تدخل رئيس الجمهورية في التعريفة الجمركية باش ينقص السعر تاعها. نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، كنت معنا على المباشر في هذه الساعة الإخبارية. شكرا لك على كل هذه التوضيحات.